وعليكم السلام. وعليكم السلام. ولعن الله أمتا आपको मालूम है कि शायद ये वक्त करीब है
سب ہمیں سلامی نے کہا تھا آسمان پہ نظر کی, سورج کو زوال کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا فضل رسول, دل چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں. تو مولا نے حبیب ابن مظاہر سے کہا تھا کہ جاؤ اپنے ساتھ سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنے دو. تو عزیزو فرزند رسول نے ان تینوں تلواروں کی بارش میں اپنے رب کو سجدہ کر کے بتایا کہ میں اللہ کی توحید کے لیے میدان کربلا میں آیا ہوں, میرا سب کچھ خدا کے لیے ہے. تو آئیے اس دن کا اہم ترین عمل, اگرچہ گریہ افزاری, آہ و بکا, ماتم, اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, انسان اگر تصور نہیں کرتے تو اس کے لیے کافی ہے, لیکن دوسرا جو عام ترین عمل ہے وہ اعمال یوم عاشورہ. ابھی ہم ان اعمال کا آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلے چار رکعت نماز ہے, دو دو رکعت کر کے آپ نماز پڑھیں گے. دو رکعت نماز یوم عاشور پڑھتے ہیں قربت اللہ, اور اگر ہماری بہنیں اور بیٹیاں پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ اسی مسجد کے اندر یا امام بارگاہ میں صفے ان پہ پڑھ لیں. دو رکعت نماز صبح کی طرح پڑھیں گے, دو رکعت جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے. اس کی جماعت نہیں ہے, ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی نماز پڑھے گا, اور جب نماز پڑھ لیں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ باقی اعمال ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ مل کر کریں گے. درود پڑھیے پر محمد والے محمد. ابھی آپ اپنے چار کی نماز پڑھیں. دوبارہ نیت سماعت فرمائے, چار رکعت نماز پڑھنی ہے تو دو کر کے دو رکعت نماز یوم عاشور پڑھتے ہیں یا پڑھتا ہوں قربت اللہ.
أمني وتجاوز عني
وقبول قليل عملي وقصيره وعبادته في أيامي وتبليغي ذلك المشهد وأن تجعلني ممن يدعي فيجيب إلى طاعتهم وموالاتهم ونصرهم وتربيتي ذلك قريبا سريعا في عافية إنك على كل شيء قدير. تعال سجد شفاية أرضا عمد الله عندك جميل. داخل دیفان ما کجا بود؟ بهتره. 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 اور یہ وہ عمل ہے کہ
کبھی تھوڑے دیر کے بعد اپنے چھ ماہ کے نام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے گلا چلا ہوا ہے اور وہ باپ کے خیمے کی طرف پڑے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے خیمے کے ذرا کا نام سوچتے آئے اور باپ کو دکھا دوں یا اللہ دکھاؤ کہتے ہیں میرا ساتھ میں تم آگے بڑھے اور پھر بھی کہتے آگے مل کر آپ اسی عمل کو جو ہے وہ انجام دیں گے آپ قدم آگے بڑھائیں گے اور یہ جملہ کہیں گے انا للہ وانا الیہ راجعون رضا تسلیم القیام ہے اب اسی طرح پیچھے انا للہ وانا الیہ راجعون رضا تسلیم القیام ہے انا للہ وانا الیہ راجعون رضا تسلیم لدنك
bênção americana. Zero até chorar que liguei, mas estou aqui, daqui. Entrar em Jesus se इसी तरह तस्वर कीजिए कि आप कर्बला में हैं और अपने मौला के आगे ज़ियारत के जुमले के सलाम के जुमले कह रहे आपको मालूम है इमाम की गुर्बत यही थी कि इमाम उस वक्त किसी को बुलाते हैं लेकिन कोई सलाम का जवाब देने वाला नहीं था तो वो लाशें जो कटे हुए थे उनको फिर बुलाया तो कहते हैं Allah.
السلام عليك يا الله.
itu ada jorok mola saya mola ia sangat sedih mola kemarin malam kemarin orang tinggal aku di usang dekat wasta berkata milikai zainab sabar kadam pegang ni sedar dek ni Allahumma اللهم وعزز فرج آل محمد واجعل
صلواتك عليه وعليه واستقبله من أي المنافقين المسلمين هم الكبرة الجاحدين وافتح لهم فتحا يسيرا وافتح لهم روحا فرجا قريبا واجعل لهم من لدنك على عدوهم سلطانا مسيرا اللهم لعن اول ظالم ظلم محمد وال محمد واخر طابع له على ظالم اللهم لعن العصابة التي جاءت الحسين صلواتك عليك وشال اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه
بشرائعي وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وامري لامركم مبتدع صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم وعلى ابصاركم وعلى حسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك ايها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم. ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك ورضيت به. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ورسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونزحت وسبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الضالين لكم من الأولين والآخرين، ولعنهم بذلة الجحيم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه، السلام عليكم يا أتقياء الله وأمداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الدين الفاتح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي كبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم، فيا جو تشریف اردو کرنا چاہتے ہیں تشریف اردو کریں، ابھی نماز ظہر ہوگی، نماز ظہر کے بعد ان شاء اللہ چند منٹ مسائل ہوں گے، اس کے بعد ان شاء اللہ پھر سیدھے سے ہوں گے. يا أيها الذين آمنوا صلوا
الله الرحمن الرحيم. كذلك الله ربنا الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي النعمة فيها. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى آل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى آل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد الله أكبر بحول الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد بحول الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد الله أكبر بحول الله الله أكبر سبحان ربي العظيم
سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد إلهي أنت ربي وأنا عبدك الشريف الكريم الحكيم المسكين الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والملائكة أجمعين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي الخاص محمد وعلى بيته الذين الطاهرين المعصومين سيما الشهيد الكربلاء الإمام المظلوم الذي كان جسمه رياض ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. میں خود اس سے پڑھ سکوں، فقط آپ کے قلوب کو متوجہ کرنا ہے، کسی عزادار کو بھی ضرورت نہیں ہے اس وقت کہ اسے کچھ مسائل سنائے جائیں، فقط آپ کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیے، دو روایتیں آپ کو سنانی ہیں، لیکن ان روایتوں سے پہلے میں دل یہ کہا آیا کہ ہم اعمال کر رہے تھے اور بادل برس پڑ گئے. اگر آپ اجازت دیں تو میں بادلوں سے ایک سوال کروں. Pasa nada, amigo.
Oh!
करता चलने से झोला करता और शाम का बाजार था और शाम का बाजार था और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन بش میں پرائے کہ نہ توا پیاسی سکینہ نوحہ خان بابا بابا حسین بابا بابا حسین بابا بابا حسین سکینہ سے آتی تھی سزا بابا بابا حسین تڑپتے دے ادھر وہ بلا کی خاک پر بولی سکینہ رکھ سر بابا سنو میری پکار بابا بابا حسین بابا بابا حسین بابا بابا حسین سکینہ سے آتی تھی صدا بابا بابا راج ہے چولوں کا ہے گفن کے واسطے بابا میرا مہاراج ہے اتنا بھرا ہے امتحان بابا بابا حسین بابا بابا حسین بابا بابا حسین سکینہ سے آتی سزا بابا آ گئی کانوں سنوں دے کار بابا بابا حسین بابا بابا حسین بابا بابا حسین سکینہ سے آتی تھی صدا بابا بابا حسین بابا بابا حسین بابا بابا حسین رخسارنی میں لگا لو سین سے بکتی ہے میری پسلیاں بابا بابا حسین بابا بابا حسین بابا بابا حسین سکینہ سے آتی تھی صدا بابا بابا حسین بابا بابا حسین بابا بابا حسین جس طرح باندھے گئے ہر آتی جاتی سانس بھی جسے کوئی خنجر چلے نازک گلے میں ریسماں بابا بابا حسین بابا بابا حسین بابا بابا حسین جواب جواب بابا حسین بابا بابا حسین شبیر کے کرو دیے
Hey!
Ya Hussein, 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 Ya Hussein,
Baba,
کشته شد، وای حسین کشته شد، شیر خدا کشته شد، وای حسین کشته شد، وای حسین کشته شد، وای حسین کشته شد، شیر خدا کشته شد، وای حسین 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 السلام عليكم على جدك وابيك، السلام عليكم على امك وابيك، السلام عليك يا ابو الفضل عباس يا ابن امير المؤمنين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس أيها المسؤول يا الفلوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل स्टाइल वही है सबका, हूँ मामबा गाँव की तरह।